زيزو قال لي عاوز اقول على هنكمل كلامنا في الجزئيه دي بالظبط. اتفضل يا كابتن عبد الظاهر. لو هتنهي عمر لا لا لسه كمان كنت اسال زيزو فضل. عمر رحيله عن النادي المصري يفرق مع كابتن علي ماهر السنه اللي جايه؟ اكيد يعني اكيد هيفرق لان هو قدى موسم كبير جدا وهو هداف الفريق لغايه دلوقتي واهدافه كلها مؤثره في الفتره الاخيره. ويمكن انا بتفق مع عمر مع عمر الدسوق عمر لا انا قصدي بتفق مع عمر ان عمر المفروض يعني كان يستنى شويه لان خلاص الموسم فاضل فيه ماتشين ثلاثه. هو التصريح طلع من اسبوع تقريبا بعد ماتش الاهلي على ما اعتقد. صحيح. فيعني هو خلاص هو في لعيبه ممكن تبقى اوريدي عارفه اتجاهها فين الفتره اللي جايه بس بتستنى شويه عشان علاقته بالنادي ونجاحه وتالقه وعلاقته بالجمهور ويبقى ماشي بشكل كويس وشكل ديسنت شويه. وبعدين يعني يمكن برضو عمر لسه سنه صغير لعيب كويس جدا ومستقبله كبير جدا. ويمكن برضو سواء انا او يعني معرفش عمر برضو كابتن عبد الظاهر احنا يمكن في يعني احتكينا بعمر في سنه صغير وهو كان ناشئ صغير لما كنا في المنتخب وكان كابتن كمال عبد الواحد كان على طول موجود معانا وعمر كان بيجي. فعمر كان على طول عمره متواجد مع لعيبه المنتخب ولاعيبه الجيل بتاعنا كان متواجد فكان احتكاكه بلعيبه الكوره عكس لعيبه ثانيه كتيره جدا بتطلع ما بيبقاش ليهم احتكاك من 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 يعني في لعيبه كتيره بتطلع ما بيبقاش مثلا ولي امرها او ابوها او يعني متواجد مع لعيبه كوره او متواجد في مجال الكوره فيبقى بعيد خالص فجاه بيبقى هو لعيب كوره. لكن عمر عشان بابا كان متواجد مع مشوار كبير كابتن كمان على واحد كان معانا منتخب اولمبي مع كابتن شوقي غريب ومنتخب الاول مع كابتن حسن شحاته فيعني سنين كتيره وعمر كبير جدا وبطولات كتيره جدا. فكان عمر على طول بيجي المعسكر يبقى موجود معانا وبتشوفه هو سنه صغير. عمر في ايه ده سؤال ممكن يجي عند اي حد بيتفرج علينا دلوقتي بتفيده طبعا ان هو المفروض اكيد عمر بيبقى سابق لعيبه كتيره تانية في سنه كتيره في سنه ان هو اوريدي متواجد في الملعب متواجد مع لعيبه كبيره عندها خبره احتك بيهم عنده الثقه شويه عن اي حد تاني متواجد ان ممكن يعني برضو عاش الاجواء دي وعاش اوائل المباريات. وخلي بالك برضو انت بتتكلم على الجيل النهارده مش جماهير مفيش جماهير الكره بقى لها تقريبا الكره في مصر بقى لها تقريبا 8 سنين مفيش فيها جمهور. أيوة. عمر لما حضر معانا في المعسكرات وفي الماتشات بتاعتنا كان بيتواجد في الاستادات وفي المدرجات بتاعتنا لما كان بيبقى فيها 80,000 متفرج و70,000 متفرج فعاش الاجواء بتاعه الكره. ما كانش بيلعب بس وقتها كان موجود مع والده في المدرجات او موجود معانا في المعسكرات فكان عايش الحياه دي وشايفها دي بتديله حته شويه مختلفه. أيوة. عن اللعيبه اللي ممكن تكون في السن بتاعه بس كان بعاد شويه عن الاجواء دي. صحيح. بس احنا يعني برضو خلي بالك يعني ما بنقارنش حاجه يعني ده وضع وده وضع ده جيل وده جيل الوقت مختلف خالص عن الوقت. بس هو المفروض يعني ممكن يعني كان ممكن ياخد يتأخر شويه في القرار لان برضو عشان يعني حفاظا على العلاقه بينه وبين النادي المصري لان في لعيبه خلي بالك تركيز الفرقه طبعا. وفي نقطه مهمه جدا احنا بنشوف لعيبه كتيره جدا بتبقى في فرقه بتمشي وبترجع لنفس الفرقه. صحيح. بالترابط الكويسه اللي هي سايبها العلاقه الكويسه اللي انت بتسيبها هي اللي بترجعك. أيوة. المكان ده تاني. احنا مش بنقول ان عمر مثلا هيمشي ويرجع لمصر تاني. بس لا هو عمر ان شاء الله يمشي من المكان اللي هو فيه لو هو شايف دي الواجهه بتاعته ويروح ويؤدي اداء كويس جدا في اي مكان هو هيكون موجود فيه لان في الاخر الاضافه هتبقى لمنتخب مصر والمكان اللي هو هيروحه يجتهد ويبقى قد المسؤوليه في المكان اللي هو هيكون فيه. بس في يوم من الايام لما يحس ان هو مثلا بيفتح الباب او بيخبط على الباب في المكان اللي هو كان متالق فيه يعرف يرجع فيه. وده اللي انا عشته برده في المانيا او كابتن عبد الظاهر برده ممكن يقول برده نفس الكلام. احنا في انديه كتيره جدا كنا فيها وكنا متالقين جدا مشينا ورحنا انديه ثانيه ما حسيناش بتاقلم في الانديه الثانيه بس عرفنا نرجع في الانديه. صحيح. اللي قبلها لان احنا. صحيح. كنا ماشيين بشكل كويس وبشكل علاقه كويسه. صحيح. مع النادي وفضلنا عايشين عليها وحتى لو ما رجعناش برده في نهايه المسيره بتبقى سايب ذكرى كويسه. صحيح. مع الجماهير. صحيح. ومع النادي. صحيح. ومع اللعيبه ودي مهمه جدا يعني. كابتن عبد الظاهر انا عاشرت عمر كمدير رياضي في النادي المصري. اولا عمر له مميزات كتيره جدا. عمر لا يمكن يكون جمله مفيده في مشكله. مستحيل حد متربي جدا وده حقيقي عمرنا ما سمعنا عنه اي مشكله خالص. تماما حتى لما كان في مشاكل ما تلاقوش هو موجود فيها خالص. صحيح. تمام. اتنين هو بيساعد المدير الفني ومساعد مدير الكوره وبيساعد الاداره في حل مشاكل كمان يعني. انا بقول حاجات تفاصيل ممكن محدش يعرفها كتير. عمر لا يمكن يشارك في اي مشكله مستحيل. كان دايما يقول ده اكل عيشي وانا الاداره فهم. اللي تقوله
انا شايف ان هو يمشي. هو مؤدب جدا 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 مؤدب جدا بشكل تحب ان انت تتعامل معاه. اتنين انا شايف انه خساره كبيره للنادي المصري، خساره كبيره جدا للنادي المصري، لان عمر مش لعيب واحد، عمر بيأدي لك حلول غير طبيعيه. اي مدير فني يتمنى ان عمر يكون معاه، لانه واحد بيلعب باك رايت، بيلعب باك ليفت، بيلعب نص ملعب، بيلعب تحت الفيرود، بيلعب فيرود وهداف وهداف. كل ده قليل جدا لما انت تكون تلاقي واحد بالصفات دي اللي موجوده. ممكن هو لعيب موجود في الملعب، ممكن تغير الطريقه هو في الملعب من غير ما تخسر تغيير. صحيح. مره لعب سيرد باك كمان. فاذا النهارده اي مدير فني يتمنى ان عمر يكون موجود معاه، لانه عنده حلول داخليه جوه الملعب وبره الملعب. أيوه. وشخصيه انا بقول عليها مكسب كبير جدا لاي نادي ان عمر يروحه. شوف لو مكسب لنادي الزمالك. طبعا مكسب مكسب كبير، لان هو لما لو لعب هيبقى كويس جدا، لو قعد احتياطي هيبقى المدير الفني عنده كذا حل انه يلعب عمر. تشوف احسن مكان وعنده التمرين بس. هو حياته التمرين. يعني حتى تلاقيه اكتر واحد بدني واقف، طبعا ابوه مؤسسه 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 جامد، لكن هو فعلا بدنيا هو دايما رقم واحد. بيفكرني بزيزو دايما. زيزو دايما واقف على رجليه. زيزو جناح نادي الزمالك. جناح نادي الزمالك احمد سيد زيزو. هو دايما فاكر بتقول زيزو ازاي؟ لا لا زيزو. فتلاقيه دايما واقف على رجليه، دايما ما شاء الله ربنا نمسك الخشب، يعني دايما اصاباته قليله. فعشان كده اي مدير فني يحب ان هو يتعامل احسن مركز ومكان شايف ان نادي الزمالك يقدر يستثمر ويستفيد من عمر كمال عبد الواحد فيه السنه الجايه ايه؟ زي ما علي ماهر لعبه كده. بس علي ماهر لعبه لان هو بيستغل المساحات بشكل كبير، عنده تحولات هائله جدا، عنده تحولات من الدفاع للهجوم باسرع وقت. بتلاقيه ساعات مدافع في نص الملعب وتلاقيه راس حربه واخد في ظهر مدافعين. فهو عنده تحولات هائله جدا، فانا شايف ان دي احسن حته لعمر اللي هو تحت الفرق.